صمتكم لا يعني هزيمتكم، أقرر عدم البقاء عندما تجد أن لا شيء يستحق العناء. يعني جملة يمكن شوي بتخلينا نتعرف أكثر على فدوى شلفوني اللي موجودة معنا اليوم، دكتور بإدارة الأعمال، ولكن اليوم رح نحكي عن كتاب شعر حصيلة 10 سنين من الكتابة والتعبير يلي كتير مهم عند فدوى. أهلا وسهلا فيك. مرسي. أهلا حضرتك. وشاح من الماضي عنوان هالكتاب أو هالديوان إذا فينا نقول، يلي بيتضمن شعر بالعربي بس حسيت كمان في شعر بالاجنبي. في كم بويزي بالفرنسي، في كم قصيده. وطبعا تعبير عن سنين من من الحياه، هالحياه يلي فيها طلوع وفيها نزول، فيها حلو وفيها مر وفيها ذكريات كمان، خبرينا شوي. مزبوط، هذا الكتاب بلشت اكتبه تقريبا من حوالي 10 سنين، هو محصول هيك مشاعر، احاسيس، حقائق حاولت جسدها بكلمات بقصايد وجمعتها عبر الوقت، وحسيت انه هلا صار وقتها تنطبع، لانه حابه تقريبا كل فتره هيك نزل شيء يبقى شيء مني كتب وتعابير. وانا عم شوف وشاح من الماضي، هيدا الوشاح بنشوف مره عم تشلح وشاحها عم تكبه للماضي وبقفاه اذا بتبرميه، في يلي هي نفس المرة عم ترجع تمشي حياة جديدة، تعرت من هذا الماضي، تعرت من كل الذكريات ورجعت كفت حياتها مع الشعر طاير مع الهواء. ولكن هو أول شيء الرسومات لمين؟ ميراي عقيقة صديقة رسمت الرسومات، كمان بشكرها كثير. مش بس بيحكي عن المرأة هالكتاب، بيحكي عن كمان علاقتك يمكن بالمحيط. علاقتي بكل شيء، علاقتي مع نظرتي للبنان، نظرتي للحياة، للموت، للمشاعر، لكل انواع الصفات اللي ممكن تقطع باحاسيس الانسان موجود قصيدة. يعني اذا بتشوف الفهرس في من كل شيء، في مثلا كيف وقت الانسان يخسر حدا، كيف وقت الانسان يترك حدا، كيف وقت الانسان يحكي، كيف وقت يحكي مع ربه. مراحل حقيقية يعني؟ مراحل حقيقية أكيد، ما بقدر أكتب إلا حقيقة، يعني كل قصيدة بدي أكتبها بده يكون فيها أكثر من 95% من الحقيقة، ويمكن 5% بس اللي بيبقوا هيك شوية يعني جماليات، بس الحقيقة هي اللي بتطغى. ليش العنوان ويشاح من الماضي؟ أول شيء العنوان عذبني كثير للقيته، لأنه دائما العنوان مثل المقدمة بينحطوا بالآخر، مع انه دائما بفكروا العالم انه هو بالاول بيكون بلشنا ومسحنا الماضي وكتبنا. مزبوط، لانه دائما لما الشيء بيتجسد وبينكتب خلص بصير من الماضي، انفو عبرنا عنه وصار مكتوب، صرنا حقيقه عم نشوفها صارت من الماضي. والوشاح كثير بيعني لي انا، لانه هو معنى الدفى، معنى الحنيه، معنى الامان، فهيدا الشيء صار من الماضي. هنشوف بعض الصور من توقيع الكتاب. نعم، هون الصور بكازينو لبنان، اخذ جائزه افضل شاعر لسنه 2016 من ام سي انترناشونال. بوجه تحيه لدكتور شبل. كمان هون كنت عم بلقي كلمه بالمناسبه. هون كان امضاء اولي فينا نقول بين الاصدقاء والمحبين، بعدين رجعت مضيت هذا الغلاف مره ثانيه. خلينا نسمع قصيدة هيك نتعرف أكثر على. رح أقرأ من الكتاب أول شيء لأن عاملة شيء جديد، رح أقرأ من الكتاب اليوم بهدي هالقصيدة للبنان. لبنان بلد كتير بحبه، زرت كتير بلدان، بس دائما الحنين والحب لبلدي، فبهدي هلأ رغم كل هالصعوبات اللي عم تقطع، بتمنى هالقصيدة هيك تدق بكل شخص بحب لبنان. لبنان يا وطني، يا مسعى أجدادي، يا راية الشرق في مرأى أولادي، أرزك خليل السماء يعانقها بقبلة يقطفها غدا أحفادي. أرضك قطعة من قلب خالقها، موطن الحرف والعز والعباد، وسم النصر على جبين أمتها، ففي استقلال الأرض تحرير البلاد. وهل أقدس من أمجاد تربتها بعد أن صارت معصرة الجهاد، أجراس المعابد زفت دماءها، وأحلى الألحان لحن العناد، في خفوت الليل يصحو حدسها، ليستل الحق من قبضة الحساد، اصطف تحت الدرفس أجنادها، ليصبغوا ثراها من دم الفؤاد،
صحن الدار للمحاركة ساحتها، أقوى الكمات في الأرض أجنادي، حسبنا الحرية لا نحسب غيرها، حقنا من المهدي حتى الألحادي. حلو كتير وواضح حبك للغة العربية، رح نحكي أكثر عن هالموضوع بعد هالوقت. بنرجع منتابع نحن وياكم مع الشاعره فدوى شلفون، شاعره ولا دكتوره باداره الاعمال؟ لا فدوى فدوى شلفون، عم تعرف اكثر على وشاح من الماضي، اول ديوان شعر لك فدوى، انت بلشت تكتبي؟ تقريبا من شي 10 سنين بلشت اكتب هيك قصايد صغيره، وبعدين بلشت اكثر اتمرس باللغه العربيه ومش الحال. ليش بلشت تكتبي؟ شو اللي خليك يعني عم درست إدارة أعمال، مش إنه كدراسة كان عندك أي توجه من يعني دائما الواحد بده يفتش بشخصيته على مطرح يقدر يعبر منه من خلال بالكتابة، الرسم، الغنى، الرقص، يعني بعتبر إنه دائما الإنسان بحاجة من جوا يطلع أحاسيس خاصة فيه. أنا من الأشخاص اللي الكلمة كتير بتعني لي، بحب أعبر بالكلمة. ولكن اللغة العربية لغة صعبة وواضح من القصيدة يلي سمعناها، وأنا شفت شوي الكتاب أنه بتنقي كلماتك يعني بعناية. صعب كتير اللغة عادة يعني تنقية كلمات العربي ليركبوا كمان بالجملة، يعني ينعملوا بطريقة شعر كتير شي صعب يكون فيها التناسق. أوقات قصيدة بتاخد وقت، أوقات لا حسب، بس بهمني المعنى يوصل. حتى لو حسيت أنه ممكن تزبط كلمة تانية هون، بس إذا لقيت أنه أنا هيك حاسة بتركها مثل ما هي. وماذا عن اللهجة العامية؟ في كمان قصايد كتير باللهجة العامية موجودة، أو اللغة اللبنانية بالأحرى. موجودة عن اللغة اللبنانية. وليش في بالأجنبي؟ اللي مكتوبين بالفرنسي، كنت مرة بفرنسا وثاقبت كتبت باللغة الفرنسية وتركتهم، بس ما رجعت جددت هذا الشيء لأنه بحس بلاقي حالي أكثر بالعربي. بلشت تكتبي ويعني ببالك إنه تعملي ديوان وتنزليه على السوق؟ ببالك إنه يعني مش بس بدك تعبري، كمان بدك توصلي هالتعبير للناس. هلا صار إذا الله بيريد عندي مشروع كل سنة بدي يعني على مدار سنة اكتب، بأيلول بنزل الكتاب وبأدار بمضي. ليه فدوى؟ شو اللي محمسك هالقد؟ بحب اترك شيء مني بالحياة، كثير بهمني اترك التاتش تبعي بالحياة، يعني لبعدين لأولادي لإلي أنا، يعني حب هيدا الشيء يكون فيه موسوعة إن شاء الله لإلي. وشاح من الماضي موجود فإذا هلا بالأسواق؟ نعم. أما الكتاب المقبر بلشنا فيه، بلشنا خلينا فيه. نقرأ أول هلا قصيدة. هلأ قصيدة من الكتاب اللي بعد ما نزل. لبس الليل نعل الرحيل وبدا بدر السماء فوقي مبهرا، يوما لمست جسدي الجميل وغدا طقس غرفتنا غائما وممطرا. كم من عاشق مثلي ومثيل غرس النخل وحبه أثمرا، ورقص في معطفه ورق النخيل رقصة الحب الأول لو تأخرا. ماذا أهديك يا نصفي الخليل وأنت الخل والكل وأنت الجوهرة؟ وكم تمنيت في ليلنا الطويل أن أقفل المابا كما في مقبرة، ولا يدخل نور علينا ولا نزيل، نقوط من قبلنا ونذوب سكرا، ونتأرجح بين واقع ومستحيل على أرجوحة الدجى والفجر أزهرا، وما زالت أجسادنا كالهديل تهدل حبا كأن الليل ما أبكرا. فدوى اهلا وسهلا فيك، بانتظار الكتاب الجديد. مش حاسالك شو اسمه بما انه العنوان بالاخر، اكيد بانتظار كتابك الجديد، وانما هلا بالاسواق وشاح من الماضي لفدوى شلفون. اهلا وسهلا. ميرسي كثير.